بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليك يا ولد ديبيني درس انتين توار رمضان الرافد أنو درسي تربى فارة فضائل شهر رمضان المبارك. أكو مقر اللي الرادوب بني صدركا جيني رمضانك أبرة ما الفات جرى هو شهر القرآن الكريم. إن جاء قرآناتي فيه أنزل إذا كسبوا فهم قرآني. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جيني رمضان كيس كيس قرآني بوفمي أجل من ماتف نما إبسوف كجيل لما نما إبسي وان باطلته في حقته أدن نما باسوف. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لكينا نقيا رحمن إسان رت هجرات يكثر من مراجعة القرآن في شهر رمضان. جاء رمضان كان كيس قرآن دد بياني كروه الدميسا. وكان ذلك دعب السلف أكاتن هل لوري أقرتني سلفا وري صحاباتي في صحابة لك بدل أقول لي أكاسما رمضان كيس قرآن كروه الدميسو. لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. عبد الله بن عباس نودي سماجد رسول ربي تهجر أجود الناس أرجانما خيري كيست أرجم ما ددفني أرجم ما قبن. وكان أجود ما يكون في رمضان إرى شلين ما نما أقرتني أرجم ما قبطه رمضان كيس غاف جبريل ولقى ينسن. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان. رمضان كيست حلقا ومرا والأرقني رسولة لف جبريل حتى ينسلخ هذا رمضان كيسا بيوتي حلقا ومرا التلوفة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قرآن إسرت لقيسني إسرت كان الرسول ربي إسر فدا. فإذا لقيه جبريل عليه السلام يو جبريل ولد فالرسول ربي كان أجود بالخير خيري كيست إر أقرتني أرجاء شليت هجرة من الريح المرسلة ببي إر ببي سنجت شواغ ببين ددفتر خيري كيست ددفن رسول ربي عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه حدي ابني كبخاري مسلم. ولما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في الجمعة إلى الجمعة. عبد الله بن مسعود صحابة رسول ربي قرآن جمعة راهق جمعة تتقرأ وفي رمضان يختمه في كل ثلاث رمضان كيست أمو ورسل فاق جنسان الرأي ويا سدي سدهين قرآن كتم. عبد الله بن مسعود ربي إسرها جالته حديث كان اللي أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان. حديث ورّا قرتني أما مقايساني لقين نكنت وديسي بإسناد رجاله ثقات ورّا قرتني إذا كيس سجل مرتن ورّا لقا دبته. صوم رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة. طاب إسلام شنن الراجي صوم رمضان أكون ركن من أركان الإسلام الخمسة. أركان إسلام شنن الراجي تقوين لما
روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أكن جلا جري عبد الله بن عمر نوهم بني الإسلام على خمس إسلام مواشا رت الأبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم وحج البيت وصوم رمضان إسلام ما واشن رت الأبد ما لني شنن سني تكتم ما ربي رقابيو كانوا قان قبرمو ربي ملئه انجرو محمدس إرقى ربي تجلني رقابيو أمن إسلاما تكوكنا كلامو أمو مالين صلاة الأبو كسديسو زكاة بافتشو كافريسو رمضان سومو كشنيسو حجي أسيت روايان أقرتني حجي درو دبتي وحج البيت وصوم رمضان بيتي حجي صوم رمضان اللي شنيسو رد دبتي صوم رمضان تكو أركان إسلاما إرأي أما اللي فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين سوما كان كيس مال ترقم بل بل جنة تبنم رمضان كان كيس تفتح أبواب الجنة بل بل جنة هم بنمت وتغلق أبواب النار بل بل تعذابهن شفمتي وتصفد الشياطين شيطان هلت دجافمتي هلت هلمتي لما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكم أبي هريرة رعود فمت نبي ربي مالجد إذا جاء رمضان يو رمضان ندفج الرسول ربي فتحت أبواب الجنة بل بلت جنتان بنمت وغلقت أبواب النار بل بلت عذابان جفمت وصفدت الشياطين شيطان نهلت دفمت جلن حديثكنا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بخاري مسلم اللي أديسانين أمير اللي أديسجر أما اللي جيني كوني جاغرتني قبرو تربيتي خير قداني سكي سجرتو نبي ربي عليه الصلاة والسلام يو جيني رمضان دياتو جيني بركة إسنت تلفي جانيت صحابة وفي قمت جيسن أما اللي جيني رمضان أكل هو شهر الاستجابة ولدك من النار جي أغرتني دعا إنما لقيم جي سكيس عذاب الرابي تمن بل من نما تكر عذاب والعذاب كيس سجرت جنة تتنما ديبت لما رؤيا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر أكنا جل نبي ربي أكنا جل عن جل إن لله في كل يوم تقع من النار في شهر رمضان إن لله ربي كأنه قيا مرنا ما عذاب الرابي تم تجر نما هدو عذاب الرابي تم وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجيب له نما مسلم مروان إنك لتأغرتني دعوة إذا كان أغير تجر جنا كيسا دعا كنا كيسا دعا إنما لغتم دعا إنما الرأو الفولم يا نما ربي التأمن تواجات أنت ربي التمن عذاب جلا نباس جلين جنة نسعين سجلين آخر أنا تلش جلي ربي كان كيكلا أما اللي من سام لله كان سببا لدخول الجنة نمن ربي في صومي حديث ابن أمك أراني سني حديث أمك أراني سنما إسا باسعين حديثا قويا مرانا معذاب الرأتك متجرة نما مو مسلماتي في الله دعوة ربي سالكه تجرة جان كان حديثا كان أخرجه البزار بزار توديسي حديثا كان أما اللي من سامه لله كان سببا لدخول الجنة نمن رمضان كان ربي سومي سببا أغرتني جنة سينو دلق يجرح نم ربي سوم جنني أغرتني جنة سين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رأو دفع من رسول ربي أكنا جن من آمن بالله وبرسوله نمني ربي تأمني رسول ربي تتلي أمني وأقام الصلاة صلاة الأبه وصام رمضان رمضان صومي
كان حقا على الله أن يدخله الجنة رب الرت حق تهجرة رحمة وفيت الربين حق وفي الرت والهجرة جان ما له في الرت ربي قوي أن يدخله الجنة جنة يسسين سسو ربي وفي الركاي نما واسدين كان هجت من آمن بالله ورسوله نما ربي برسول التأمنه لهم أمن لي صلاة سلابه رمضان اللي سومه جنة سينون حق تهجر رب الرت جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها نملكون جهاد يكرى ربي تتقولي أرض ما كيسة للتزن كيسة جهاد قلول به جنة سينون إساء مرتاهج لجن رسول ربي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد حديث كان بخاري في أحمد دباسا. هذا الشهر يا قبرة ربي أما اللي جينيكوني شهر المغفرة من صام لله غفرت له ذنوبه جيني كوني جارا رماتي نمني ربي بصومي زنبي إسامل ربي سأل رم لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول ربي مالجان من صام رمضان نمني رمضان صومي إيمانا بالله ربي التأمنه ربي الرتيرغتي ربي في رمضان صومي غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي إساتة ارتمال ربي إساء على رمجان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم حديثنا البخاري مسلمي في نمني بدعا لباسا نجرا. أما اللي جيني كوني جعل رمته إره حديث أبي هريرة أنه ديس ربي سرها جالته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي أكنا جلنج أرغم عنف رجل دخل عليه رمضان فانسلق قبل أن يغفر له بيهانات فنيان نمتش رمضان نئسرت سينه رمضان نئسرت سينه وصو ربي إسان أرار من رمضان نسنبه فنيان سابي هانات يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه الحاكم وابن حبان والترمذي وأحمد. وقال الترمذي حديث حسن هذه من كنا قرتني ورى أما مكايسة لقيت تنكنت باس من قام ليله محتسبا غفر الله له وخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه نمني هكا رمضان العابت رب الرتين رقته ربي سال رمي أكاقا فقرها لسن الدبي لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن أبي هريرة نودس قال من قام رمضان رسول ربي مجن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نما رمضان أربي التعمن ربي الرتين رقته رمضان العابت أربي نساء رمزن بيسا وان ترتملا جن. والحديث أخرجه مسلم أخرجه البخاري ومسلم. أما اللي عبد الرحمن بن عوف الرانو أدي فمي ربي سرها جالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ذكر شهر رمضان جاء رمضان كان دبته فقال شهر كتب الله عليكم صيامه جيني رمضان أكون جايسا كيسا ربي صوم إسني رد الكام أكون إسني رد الكام أقول إسوم وسننت ليل لكم قيامة أنا مو هل كان سال أبتش سنة إسني رد قولي فمن سامه وقامه نمني رمضان صوم هل كان سال أبت إيمانا واحتسابا أربي التعمني ربي الرتح الرقتي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن زنبي سارك قافا هاتي سادي التسني ربي سكل كل سجن. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه والبيحقي في شعب الإيمان. والرمضان حقا عن صومي أقرتني فضلي رمضان عرقت ربنا هاتازيزو درس انت نتطربيسو ليس اللابتي حقا درس انت أنت ولد ابن التنقى النوترا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.